بابا. شفتوا البنات؟ انتم شوف شوف. اوه 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 ايه صبروا، انا ما عنديش شعر رقي وقف هاد البلاصه، عرفتي ملي كنبغي نحيدو كيضربوا. السلام عليكم خواتاتي، كديري لاباس عليكم؟ صحتكم مزيانه؟ كنتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحه مزيانين ان شاء الله. اليوم البنات غادي نعطيكم واحد الماسك اللي غنقول لكم خطير واعر غزال، كيرجع لك الوجه ديالك بحال البلاره. هذا الماسك اللي غنعطيكم اليوم كيحيد لي بوانوار، كيحيد الرؤوس السوداء، كيحيد لنا دوك الشعر الرقي وقت يكون عندنا في البشره في الوجه ديالنا، وكيحيد الحروق ديال الشمش البنات، وكيرجع لك البشره ديالك بحال هكا، كيوحد اللون وكيرجع لك البشره ديالك غزاله كتحمق. انا راه حسيت بلي هنايا شي شويه ولاو عندي لي بوانوار وبغيت نديرو، وقلت ضروري غادي نشاركو مع خواتاتي لحقاش دابا ان شاء الله العيد قريب وغادي تبغيو تهلاو في راسكم وتبغيو يا اختي تكونوا بلارات وتكونوا زوينات. المهم ما نطولش عليكم بزاف، ما تنساونيش خواتاتي من اللايك ومن الدعم ديالكم للقناه والبارطاج والتعليق ديالكم الزوينه. غادي نمشيو دابا باش نشوفوا المكونات والطريقه ديال كيفاش غادي نستعملو. يلا خليكم معايا. المهم البنات اشنو غادي نحتاج في هذا الماسك؟ غادي ندير واحد معلقه صغيره ديال نسكافي ديال القهوه سريعه الذوبان، معلقه صغيره بحال هكا، وتقريبا هاد الصاشيه هادي راه فيها معلقه، شفتوا معلقه صغيره. غادي نزيد معاها معلقه صغيره ديال الحليب بودره. عرفتوا البنات هاد الماسك هذا خطير خطير، عرفتي راه غيعطيك النتيجه من اول استعمال. غادي ندير معاها واحد المعلقه صغيره تكون عامره مزيان ديال الحليب بودره، اي حليب بودره عندكم حتى ديال الاطفال الا كنتو كترضعوا وليداتكم راه حتى هو ديروا منه معلقه صغيره. وعندي هنايا لا جيلاتين، جيلاتين البنات يكون مطحون بحال هكا، يا اما تاخذوه بحال هكا يكون مطحون من عند العطار، اولا كتاخذوه باقي طريفات وكتجيبوه كتقطعوه وكطحنوه راسكم في الدار. المهم انا خديته بحال هكا مطحون، كناخذ منه معلقه صغيره تكون عامره بحال هكا، تكون عامره حتى هي مزيان، شفتوا صافي. دابا غادي نزيد جوج ديال المعلقات ديال الماء سخون، جوج معالق ديال الماء سخون بحال هكا، باش كيتخلط ليا ديك القهوه مع الحليب مع الجيلاتين كيتخلطوا مزيان بحال هكا. انا غادي نزيد واحد شويه تقريبا غادي نزيد تقريبا واحد معلقه صغيره ديال الماء سخون، شوف يعني درت ثلاثه ديال المعالق ديال الماء سخون صافي. دابا غادي نجيب كسرونه بحال هكا وغادي نخوي فيها الماء يكون غليان، الماء يكون طيب بحال هكا البنات شوف، وغادي نحط فيه هاد الكاس هذا وغادي نخليه كيدوب. غادي نخليه هاد الجيلاتين مع الحليب مع القهوه غادي نخليهم كيدوبوا حتى غادي يذوبوا مزيان، يعني ما تقووش الماء، ديروا غير جوج معالقات ديال الماء سخون ولا حتى ثلاثه معالقات ماشي مشكل صافي. غادي نخليه دابا حتى غادي يذوب. قلت لكم البنات انا خديت الجيلاتين خديته بحال هكا مطحون بحال هكا، هاد القريعه هادي كيبيعوها بخمسه ديال الدراهم، راه تقدري ديري منها ثلاثه المرات ولا اربعه. بغيتي تجيبي داك الجيلاتين اللي تيكون طريفات في الباكيه وتقطعيه، تقطعي القياس وتطحنيه راسك ممكن. المهم انا خديته بحال هكا مطحون، وراه بحال المطحون بحال اللي تيكون باقي طريفات بحال بحال صافي. دابا غادي نخليه حتى غادي يذوب هاد الجيلاتين مع الحليب ومع القهوه. هانتوما راه بدا كيذوب، هانتوما البنات شفتو راه بدا كيذوب هانتوما صافي، نخليه حتى غادي يذوب مزيان. هانتوما البنات ملي هاد الخليط هذا كيذوب كيولي بحال ما هكا شفتو كيذوب صافي. دابا غادي كتحركوه مزيان، ملي كيكون كيذوب كتحركيه بحال ما هكايا مزيان صافي حتى كيولي بحال ما هكا دايب. دابا غادي نديرو على البشره ديالي، غادي نبدا نهز بحال ما هكايا وغادي ندير على البشره ديالي بحال هكا. كديري الكوش الاول، ولا بغيتي تعاودي ديري الكوش الثاني كتعاودي ديري. ها انتم البنات
كديروا البنات الكوش يكون شويه غليظ، اولا ديروا الكوش الاول وتعاودوا عاوتاني ديروا الكوش الثاني. من الاحسن ديروه يكون باقي سخون. انا راه مع التصوير ومع مضاربه مع بنتي هدايا رصاي، خليني نصور داكشي علاش خليت الماسك حتى برد شي شويه. من الاحسن يكون باقي سخون ويكون جاري باش ملي كديروه كيشد لكم في الوجه ديالكم مزيان. انا واخا برد ليا شي شويه عاوتاني راه ما بغاش يتحيد ليا من الوجه ديالي، انتما غتشوفوا معايا كيحيد كاع داك الشعر اللي تيكون في الوجه ولي بوانوار وكلشي. البنات هو الماسك نشف، هانتوما كتخليه حتى كينشف مزيان وكتحسي بالبشره ديالك مجبد. انا ما قادرش نهضر، ملي كديريه ما تهضري ما تضحكي ما حتى شي حاجه، كديريه وكترتاحي وكتخليه حتى كينشف مزيان على خاطر خاطرو، كتعطيه وقته الكافي وكتخليه حتى كينشف. هانتوما شفتو كتحسي بالوجه ديالك كتحسي به مزير ملي كينشف لك مزيان. صافي دابا غادي نحيدو، نتو معايا كنقدم هكا كنحيدو، راه كاع داك ملي كيتخلي كينشف مزيان داك الشعر اللي تيكون عندنا داك الشعر رقي واخا اللي كيكون عندنا في الوجه راه كيتحيد مع هذا الماسك ولي بوانوار وكلشي. نتو معايا البنات غادي نحيد بشويه بشويه، مابقاش راه شي شويه كيوعسك ولكن معليش. حيت انا عندي الشعر هنا رقي وق بزاف ماموش ليكم، ولكن راه كترجع البشره ديالك هكا غزاله. انا غادي نزرب الفيديو باش ما يجيكمش طويل بزاف. شوفوا البنات البلاصه اللي كتحسوا بها كضركم هي اللي كيكون فيها الشعر رقي وق بزاف. شوفوا البنات انتما شوفوا شوفوا غير صبروا، انا ما عنديش شعر رقي وق في هاد البلاصه عرفتي ملي كنبغي نحيدو كيضربني. كتحيدي غير بشويه بشويه عليك لحقاش كتوعتي، حيت هاد الماسك هذا كيحيد لنا داك الشعر الرقي وق اللي تيكون عندنا في الوجه ديالنا لي بوانوار دوك الرؤوس السوداء. عرفتي راه زوين هاد الماسك كيرجع لك البشره ديالك غزاله. ديريه مره في السيمانه، ديريه اختي مره في السيمانه مره في الاسبوع وداومي عليه، بقاي بحال كديريه 4 مرات في الشهر. عرفتوا راه ما نقولش لكم البشره ديالكم كيفاش كتولي هذيك البلاصه جيت نيف كتولي نقيه جيت اللحيه ديالنا. المهم ها نتوما كتشوفوا باقا ما غسلت لا وجهي لا والو، النتيجه ها هي باينه وكلشي واضح. عرفتوا البنات هاد الماسك راه غزال 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 فن، بحال كديري سوان فيزاج في الدار، يعني ما كتمشي لا صالو لا حتى شي حاجه. واخا تحيه لصحاباتي اللي عندهم الصالونات تحيه ليهم كبيره، ولكن بالنسبه للعيالات اللي بحال دابا غدا شي مناسبه ما عندكش الوقت كدير هذا الماسك هذا كتعطيك واحد واحد توحيد اللون وكتعطيك واحد النضاره في الوجه ديالك وكيتحيد لك داك الشعر الرقي ووق لي بوانوا وكلش دوك الرؤوس السوداء، كترجع لك البشره ديالك غزاله غزاله كتحمق، خصوصا ملي كتكوني غدا معروضه وكديري هذا الماسك هذا وكديري الماكياج. راه ما نقولش لك راه الوجه ديالك كيولي بحال المرايه، اللي شافك غادي يسولك شنو كديري للبشره ديالك، اللي شافتك تقول لك اختي قولي لي شنو كديري للبشره ديالك، كتولي البشره ديالك بحال البلاره. هانتوما البنات راه ما كيبانش لكم، عرفتوا راه كيحيد دوك الرؤوس السوداء اللي كيكون عندنا هنايا، كيحيد داك الشعر الرقي اللي كيكون عندنا في الوجه. عرفتوا انا دابا كنحس بالوجه ديالي رطب 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 بحال ديال التربيه، كيكون الوجه تيكون كتحسي به شويه حرش، وملي كديري هذا الماسك هذا راه كيولي رطب وغزال. هانتوما شوفوا كيولي باقا كاع ما غسلتو، دابا غادي نمشي نغسلو بالماء من الروبيني، ما ديروش المسخون سواء في فصل الصيف ولا في فصل البرد، ما ديروش واخا تكون الليالي عمركم ما تغسلوا الوجه ديالكم بالماء سخون، دائما غسلوه بالماء من الروبيني. المهم انا غنمشي نغسل وجهي، هانتوما شوفوا تبارك الله كيعطيك واحد الصفاء وكيحيد لك كاع المشاكل ديال البشره، كيحيد داك الشعر الرقي وقل في الوجه لي بوانوار الرؤوس السوداء، كيحيد الحروق ديال الشمس البقع اللي تيكونوا في الوجه. المهم هاد البنات هاد الماسك هذا راه خطير، هانتوما شوفوا ها هي النتيجه، النتيجه قدام عينيكم، يعني حتى شي حاجه ما خبيتها عليكم. هانتوما شوفوا
كيخلي لك البشره ديالك غزاله كتحمق. المهم البنات غنمشي دابا غنغسل وجهي وغادي نرش عليه الماء ورد من الثلاجه، لحقاش ملي كتحيدوا هذا الماسك راه كتحسوا بالبشره ديالكم سخونه ولكن كترجع رطبه 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 فن بحال ديال الدراري الصغار. المهم خواتاتي كنتمنى هذا الماسك هذا جربوه ان شاء الله غادي يعجبكم، وما تنساونيش خواتاتي من اللايك ومن الدعم ديالكم للقناه ومن البارطاج مع خواتاتكم وصحاباتكم. خليتكم على خير، تلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.